السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نرحب فيكم ببرنامجنا كوفي كورنر ونرحب بالدكتوره امانه العلي استشاريه غذائيه صحيه أه دكتوره احنا نبي أه نفهم اول شيء اذا انا الحين نقول ابي اسوي أه تعديل باكلي او خلينا نقول انا ابي انزل وزني اول شيء لما اني عندكم شنو البروسيجر انتم تاخذونه بالنسبه لي انا احنا اول شيء لما يجي لنا بايشن حق تريد ريديوس ويت او مثلا اوفر ويت وات ايفر يكون دائما اول شيء نطلب منهم التحاليل حلو ممتاز اي اول شيء نطلب التحاليل بناء على التحاليل احنا نعطي الدايت ماله اوكي او ناخذ الميديكال هيستوري ماله شنو يكون عنده امراض ما امراض او شنو الميديكيشن اللي هو ياخذه بناء على هالشيء وبعدين ناخذ الوزنة وطوله وبعدين هم بعد نسوي له الفات الميزان اللي يوزن لنا الفات اللي عنده والمسلز وكل شيء وبعدين بناء على هذا احنا نقوم نحسب له الكالوريز اللي هو كم يحتاجه وكم البروتين اللي هو يحتاجه حق جسمه وكم الكارب اللي هو يحتاجه حق جسمه اللي عشان ريديوس هيز ويت اور اوكي وبعدين نعطي النظام على شنو هو اللي يكون حقه هو زين دكتوره هل يعني ساعات يكون النظام يقول وايد قاسي يعني مثلا انا يعني قاعد يعطوني يعني خلينا نقول مثل شيء اسمه حرمان ان انا مم. يعني انا ما يعطوني اكل انا قاعد ايوع بسرعه فف... يعطونا اقل من اللي هو الاحتياج هذا غلط <applause> بالضبط <بلدب> فأنتم <applause> فأنتم ما يعني ما تحثون احنا ضد هالشيء إيه؟ ان ان ما تعطونا الحرمان <applause> يعني لا ما نوصل للحرمان في بعض المرضى نحاول نوقف لهم الكارب نهائيا زيرو كارب علشان بس نسوي تشيك يعني حق الوزن حق البدي ماله ان مه. اساس إن ينزل وزن هذول أكثر شيء اللي يكون وزنهم ثبت عفوا انا انا اوكي انا على الكلمه هذه انه هل هو هاي يسمون يسمو الاتكن اللي هو بدون كارب؟ لا كيتو اه الكيتو يعني فيه فيه في فات في كارب اه اوكي لان يعني عاد عن المرض سمعت أنه مثلا الاتكن هو اللي مثلا تحت آه لا الاتكنز فيه كارب تقريبا من 20 ل 40% فانتم خلينا نقول تستخدمون مع الكيتو احنا نستخدم مع الكيتو بس مو وايد اوكي ما نعطي وايد كيتو لان كيتو هم بعد كثرته مو زين ممتاز وما في مده طويله حقه يعني ماكسيمال نعطي له مده اسبوع تقريبا على حسب قلت لك كل واحد على حسب حالته ممتاز في ناس ثلاث ايام في ناس يومين في ناس اسبوع. زين دكتوره انا انا يعني من يعني يعني آه كثر ما اسمع مثلا من الاخص وايد في ناس يعني اخذنا شهاده ولا اونلاين ولا هذا قال لك انا اخصائي تغذيه وانا اعرف هذا فيقول فيقولون يقولون ان آه لازم انت توصل لمرحله الكيتون. شنو هي مرحله الكيتون استاذه دكتوره؟ شنو يعني لازم تروح مرحله الكيتون عشان الكيتو يمشي مع جسمك؟ الكيتون اللي قصدك السكر؟ لا هو اعتقد الفات اعتقد انا يعني هو لانه الكيتو هو الكيتو اعتقد هو الكيتو هو هاي بروتين زيرو زيرو كارب هاي فات هذا الكيتو ايوه ايوه بالضبط فهو يقول لك من الفات لازم توصل لمرحله اسمها مرحله إيه الكيتو إيه؟ قالوا اخر دراسات في دراسات طلعت ان على اساس ان تبي تكسر الدهن اللي عندك لازم تاخذ الدهون علشان تكسر دهن يكسر دهن أو اوكي اوكي وبالذات يكون دهن مو حيواني نباتي اكثر شيء اوكي بس هو هالشيء هذا بعدين بعد الدراسات ثبت انه هو يسوي هم دهن على الكبد فيضر الكبد بعد فهني شويه قاموا يتراجعون عن النظام الكيتو انه مو وايد يستخدمونه عشان كذي يستخدمونه بس حق اسبوع تقريبا قلت لك هذا اقصى حد اسبوع، في ناس يعطون اسبوعين، في ناس يعطون ثلاثه بس بالاخير راح يضرهم لانه يضر الكبد اكثر شيء. انا انا اعرف شخص من الاشخاص والشخص هذا كان طبعا كيتو ووايد زايد بهالموضوع هذا وتدريب و يعني بعيد عنكم الشر و بعدين السامعين الريال مات اي مات توفى يعني هذا إيه. الامر هذا صار ما صار له لانه تصلب بالشرايين لانه صار دهن وايد عنده في الجسم فيسكر الشريان عنده فيصير عنده ستروك فيعني فمعناته اني انا المفروض اني انا الكيتو يكون متوازن اي يعني الكيتو المفروض انا ما اعطي يعني اكثر من ايش كثر دكتور 30% بليمية. هو شوف هم لهم حسبه يعني الكارب ما بين 40 ل 60% بليمية. بس بالكيتو طبعا راح نعطيه زيرو كارب م. البروتين نعطيه هاي بروتين نزيد له يا عادي نوصل له يا على 50 ل 60 بس الفات وهو المفروض حد ل 30% من التوتال كالوري ماله. اه 30% يعني خلينا نقول لان قاعد اشوف إيه. ناس انا يحط له قالب زبده بالقهوه إيه؟ اي يعني هذا اوكي ويت. قالب ز... زبده بالقهوه، القهوه آه هي طبعا هاي كافيين مع, ال... مع مع الزبده, الزبدة هذه شو تسوي؟ فيصير تصلب بالشرايين آه. عنده فيعني هذا امر خاطئ طبعا اكيد إيه؟ فيعني خلينا نقول يعني احنا اذا احنا اسلم طريقه اني انا ابي اسوي انا انا اعتبرها انا كمدرب اني اقول دائما احنا يو شود دو ا لايف ستايل بيتر زان يعني لان انا واحد من الناس يعني انا اكره الرجيم ما احبه فبس اني انا دائما اني انا احاول اني اخلي اللايف ستايل مالي برنسبلز آه <applause> عندي انا كشخص انا يعني ما اتكلم <applause> عن الكل إن ان تقلل اكلك تعرف متى تاكل آه <applause> خصوصا مثلاً انا يعني انا لما تكون مثل سني انا تكون لازم تتحافظ على دهنك الـ الكارب, الكارب, الكارب الـ البروتين فيعني الحين الحين نقول احنا ماكو مثلا امر معين اني انا اقول انت هذا يمشي وياك أو أنت هذا ما يشويك يعني مثل الأنواع قلت كل واحد الحميق. على حسب حالته، شنو يكون حسب حالته وشنو اللي يكون دايجنوستس ماله وشنو الأمراض اللي هو فيه. يعني الحين آخر دراسة طلعت نظام غذائي مال مقاومة الأنسولين، سمعت عنها؟ بلى إيه هذا النظام مقاومة الأنسولين أكثر شيء نعطيهم حق البيشن اللي هم عندهم سي بي أوكي. اللي هم ملوث القلب أمراض القلب, القلب. لأن شنو طلعوا بسوا أبحاث بالدراسة شافوا بين شخصين اللي يبلش ياكل اول شيء كارب بعدين بروتين وبين الناس اللي يكون اول شيء بروتين بعدين كارب يعني مثلا انا الحين جيت اعطيتك وجبتك حلو بلش انت تاكل العيش قبل الدجاج او اللحم او السمك وات ايفر من البروتين حلو شافوا ان الانسولين عنده يزيد بسرعه صح بس لما يجي انسان يبلش بالبروتين بال... بروتين اول شيء وبعدين يدخل الكارب شافوا الانسولين عنده ما يزيد بسرعه فالحين ها هاي يسمونها مال مقاومه الانسولين اه اوكي فالحين ويسوي ريديوس بسرعه حق فأنت يعني المفروض انت اذا تي تاكل انك انت لازم تبلش بروتين تبلش بروتين بلش بعدين بروتين. لان انا يعني انا مفهومي انا اني انا دائما احب اكل لاني ال... يعني انا ارون ايت بالباسترس والسوالف هذه والكومبلكس كربوهيدرات دائما انا ابلش بالرز اكل الرز بعدين ادش بالبروتين ايه. ف انا اقدر مثلا نقول اذا انا وانا تشينج ذس هابت اكل البروتين وبعدين اكل الكارب. الكارب يعني ما ايش كثر الوقت يعني دكتوره يعني بنفس الوقت يعني سيم بس ان انت اول شيء تبلش البروتين خلي دش جوفي البروتين إيه. بعدين امتصاص البروتين بعدين يدخل الكارب اه اوكي زين زين دكتوره شنو شنو يعني تقولين على الناس هذا اللي تقول هذا هذا رجيم انا وايد مشيت عليه اخذه سوا اي اي هذا كلهم كذي يطبعونه ويعطونه حق الكل هذا غلط. دايما اقول أنا يا جماعه غلط. ترى يعني اعتقد انت بيفور ليش انا سألت اول بدايه البرنامج قلت لك انا دكتور شو تسوون اول بروسيجر أيه. لما تجون يعني فعلا انت لازم بيس على تحاليل لازم على تحاليل آه وزن مم. على هذا عشان انت تي وتسوي الرجيم مم. لازم انت تعرف شو أو شو فيك اي لازم يعني مثلا الحين يا لي هذا مثلا انت مريض مصاب عندك اليورك اسيد عالي مم. وانا يعطيك نظام في هاي يوريك اسيد يوريك اسيد اللي هو الاملاح الزايده الاملاح الزايده اوكي زين انا كذي ضريتك اكثر ما انا نفعتك بالضبط لان انا زدت لك اياه اليوريك اسيد ويوريك اسيد اذا زاد يصير كوت يعني يصير عندك النغرس بالضبط اوكي مم. فبالعكس انا كذي ضريتك فمو كل نظام يمشي على بعض عشان كذي انا اقول لك على حسب كل مريض وشنو تحليله اللي يطلع عندنا اياهم يعني. اوكي وفي ناس مثلا معاهم اي بي اس ولا اي بي دي وات ايفر شنو يكون معاهم مهم. فلما انا اعطيك بينز اكثر بالنظام يكون في بينز أكثر. بالضبط هو اساسا غلط كله كله علي هذا يضر بالجهاز الهضمي عندك بالضبط ويضر القولون عندك ويضر المشاكل وبالعكس راح يدخلك متاهات القولون بزياده اها بالضبط اوكي ولا وات ايفر مثلا يكون انت عندك اصلا ارتداد الحمض جي ار دي فانا من يعطيك النظام متروس هو في نظام الاحماض مال الاحماض بالعكس انا كذا قاعد ازيد لك الاحماض بالجهاز الهضمي عندك بعدين يؤدي حق الكولايتس والدش متاهات بال... بالضبط. والله استاذه يعني يعني الكلام وياك صراحه جدا جميل والمعلومات ان شاء الله استاذ المشاهدين استفادوا من هالكلام وان شاء الله للحديث بقيه واستاذ المشاهدين ان شاء الله استفدتم مثل ما انا استفدت من الدكتوره امان العلي على هالمعلومات القيمه وان شاء الله نشوفكم بالحلقه الجايه من برنامجكم كوفي كورنر